أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس التنفيذي لشركة تنمو حسن حيدر أن مملكة البحرين ما تزال تعتبر من الدول الرائدة إقليميا في مجال دعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال بفضل تجربتها الاستثنائية مقارنة مع دول المنطقة. جاءت هذه التصريحات على هامش قمة مستثمري ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الميناء التي انطلقت في المنامة بتنظيم من شركة تنمو وبالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية. هذا واستعرضت القمة قصص نجاح أكثر من 30 شركة ناشئة من عدة دول عربية وأقليمية بهدف تبادل أفضل الخبرات والأفكار المبتكرة وتسهيل الحوار بين الشركات المستثمرة في ريادة الأعمال. كما سلطت القمة الضوء على المناخ الاستثماري في البحرين، علاوة على استعراض ثقافة الشركات الناشئة الحيوية الموجودة في المملكة. احنا عندنا 6 مشاريع من البحرين، وهم في البحرين التركيز على من جهة الحكومية من مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الثانية في البحرين، الستارت ابس الموجودين في السوق نفسه صايرين أحسن. يعني أول سنة بسوينا المؤتمر ما كنا نحصل ستارت ابس، ما كان في أحد في البحرين، وإلا حصلناهم ما يعرفون شلون يتكلمون ويا مستثمرين، ما يعرفون يسوون برزنتيشنز. بس التجربة اللي الحين قاعدين نشوفها في وايد من الستارت ابس الجدد اللي قاعدين يطلعون من هالجهات اللي حاضنة، والقوة والكواليتي مال الستارت ابس نفسهم وايد احسن من كانوا قبل. والان نتابع اسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصة الخليجية لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.36% وأغلقت عند مستوى 7259 نقطة، متأثرا بتراجع أسهم قطاعي البنوك وأيضا الرعاية الصحية. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت على تراجع أيضا بنسبة 0.45% وأغلقت عند مستوى 6662 نقطة، وذلك لضعف أداء مؤشر قطاعي الطاقة وأيضا التكنولوجيا. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق على تراجع مقارب للإغلاق أو لتراجع البورصة الكويتية عند مستوى 4414 نقطة بسبب تراجع مؤشر قطاعي البنوك وأيضا الخدمات. فيما سجل سوق دبي المالية تراجعا أيضا بنسبة 20% تقريبا وأغلقت عند مستوى 3591 نقطة، ويعود سبب النزول لانخفاض مؤشر قطاعي البنوك وأيضا التأمين. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة تزيد عن 10 نقطة مئوية وأغلق عند مستوى 5213 نقطة، مدعوما بتقدم مؤشر قطاعي الخدمات وأيضا الصناعة. أما بالنسبة لبورصتنا المحلية مشاهدينا، فقد أغلقت على ارتفاع طفيف 0.01% وأغلقت عند مستوى 1274 نقطة، وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,790,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,347,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 114 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. انطلق منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول تحت عنوان الاستثمار نحو بناء شراكة قوية الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين إلى روسيا. وقد أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أهمية الزيارة في دعم علاقات الشراكة الاقتصادية بين المملكة وروسيا، مشيرا إلى وجود العديد من الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين والروس في مجالات استثمارية عدة، مشيرا إلى أن البلدين يسعان حاليا إلى تنفيذ 25 مشروعا اقتصاديا مشتركا.
ومن جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصيبي حرص المملكة على تنمية وتشجيع الاستثمار وفق رؤية السعودية 2030. الشراكة الروسية السعودية تتحسن وهي أفضل مما كانت عليه في السابق خلال 10 أو 15 عاما السابقة. إذا نظرنا إلى البيانات التجارية نلاحظ أنها ضئيلة، إلا أنها تتحسن وتزيد. أما التحسن والتطور الأفضل في هذه العلاقة يكمن في النشاطات الاستثمارية. هناك عدد من المشاريع الاستثمارية في السعودية يعمل عليها المستثمرون الروس، والأهم بينها هي محطة الطاقة النووية التي سيتم إنشاؤها في السعودية. هذا إلى جانب الصندوق الذي يتم تأسيسه بين مستثمرين سعوديين وصندوق الاستثمار المباشر الروسي بقيمة 10 مليارات دولار. حققت البورصة الكويتية مكاسب قوية خلال الجلسات الثلاث الماضية، وتحديدا منذ صدور تقرير فوتسي بشأن ترقيتها إلى الأسواق الناشئة. فقد حققت البورصة مكاسب تقدر بنحو 400 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار. وتأتي تلك المكاسب في ظل تركيز المحافظ والصناديق على الأسهم القيادية التي قفزت بالقيمة السوقية لمجمل الأسهم المدرجة إلى 29.7 مليار دينار وفقا لتقرير كامكو للاستثمار. وبالنظر إلى أداء أسهم مؤشر كويت 15 منذ بداية العام وحتى إقفالات الربع الثالث، يتبين أنها سجلت مكاسب إجمالية تصل إلى 12.7%. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: شركة بوينغ تدرس تطبيق تقنيات القيادة الذاتية في الطائرات التجارية. في مصر، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إن إصدار سندات الدولارية في مصر سيكون الأول وسيعقبه إصدار باليورو، موضحا أن ظروف السوق ستكون من أهم العوامل الرئيسية التي تحدد موعد الطرح وآليته. وعبر معيط في مقابلة مع قناة العربية عن تطلع بلاده إلى تكلفة أقل في الإصدارات المقبلة نظرا إلى تقلص العجز السنوي من 12.5% إلى 10.9%، وهو ما يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات. في ليبيا، حذر رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله من أن الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية يكبر البلاد خسائر مالية جسيمة. وقال المسؤول الليبي إن إغلاق حقل الشرارة من منتصف أغسطس إلى شهر سبتمبر كلف البلاد 308 ملايين دولار، وكان الإنتاج قد توقف يوم الأحد في حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في غرب ليبيا، والذي ينتج 283 ألف برميل يوميا ويزود بشكل أساسي مصفاة الزاوية وميناءها. وتقول المؤسسة النفطية إن إغلاق المرافق النفطية كلف ليبيا أكثر من 130 مليار دولار منذ نهاية عام 2014. وإلى سوق العملات، حيث تعافى اليورو من أدنى مستوياته في 6 أسابيع مع تعزيز مراكزه في الأسواق، وذلك في أعقاب موجة بيع على الرغم من استمرار حذر المستثمرين بشأن أفاق العملة الموحدة في الأشهر القادمة بفعل تنامي الضبابية السياسية في أوروبا. وتتطلع أسواق العملة إلى إضافة رهانات على التباين المحتمل في أفاق السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع تنامي التوقعات بأن يتبنى البنك المركزي الأوروبي موقفا أكثر حذرا. وفي تلك الأثناء صعد الدولار للجلسة الثانية على التوالي مع بيانات قوية لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة دفعت عائدات السندات للارتفاع.
ولنتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا تقوم شركة بوينغ لصناعة الطائرات بدراسة العناصر الأساسية لتكنولوجيا القيادة الذاتية وإمكانية استخدام التكنولوجيا للحفاظ على مستوى الأمن والسلامة في قطاع الطيران تمهيدا لاختبارها في المستقبل. وذكرت الشركة أنه نظرا لنمو قطاع الطيران بمعدل 4.8% سنويا فإن القطاع سيكون بحاجة إلى أكثر من 600 ألف طيار خلال سنوات العشرين المقبلة، وهو ما دفع بوينغ على دراسة إمكانية تطبيق تكنولوجيا القيادة الذاتية كأحد الحلول المحتملة لتلبية هذا الطلب. من جانبه قال نائب الرئيس لتطوير منتجات الطائرات التجارية لدى شركة بوينغ إن أهداف البحث لا تسعى إلى إلغاء دور الطيارين أو الاستغناء عن وجودهم في قمرة القيادة. وفي الختام نذكركم بأبرز العناوين: انطلاق قمة مستثمري ريادة الأعمال وخبراء يثنون على تجربة البحرين الاستثنائية في دعم المشاريع الناشئة. منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول ينطلق في موسكو بحضور 200 من رجال الأعمال من البلدين. وزير الاقتصاد الروسي يؤكد وجود العديد من المشاريع الاستثمارية مع السعودية من بينها إنشاء محطة للطاقة النووية. ومكاسب بورصة الكويت تتجاوز 1.3 مليار دولار منذ ترقيتها إلى الأسواق الناشئة. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمنا لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نذكركم بالتواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني izdnews@info.gov.bh. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.